جاك الأمان يا مدام. أهلا ماما. أسفي حبيبتي، فكرنا حالنا عملنا منيح معي بس كان غلط. تفضل. أسفي مرة ثانية. كيفك سامي؟ أنا تمام. كيفك يا عيون التيتا؟ كيفك؟ مرحبا كمال. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين بحماتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هلأ هيك؟ والله ما بيهون علي شوفك مقهورة من أبوكي كل هالقد. أنتِ بتعرفي منيح شو أكتر شي بهمه بالموضوع. بس قد ما كان أمي مو بهالأسلوب. ما هو مشان الأسلوب حكاكي. ما حاب يمشي بموضوع الحجة والكذب. بس القصة مو قصة صدق وكذب. حتى لو فهمني شو وجهة نظره، بس ليكو ما حطني وأنتِ كمان حطيتيني قدام الأمر الواقع. ما هو الأمر الواقع ما استمر. ليكني هون. شو؟ بدك تضلي زعلانة منا؟ خلص أمي مو مهم. مو مهم. المهم هلا الدكتور يقول إنه صار فينا نفك الجبصين. بركي وخلصنا القصة بقى. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. شو؟ يعني بس تطيب وتصير منيح ونفك الجبصين بنرجع على بيت جده. يعني نقعد على طول؟ ما بعرف إذا على طول ولا لا. بس ماما أنا بدي إياك تعرف إنه لو شو ما صار شو ما صار، أنت عندك ماما اللي بتحبك كتير، وعندك كمان بابا اللي بحبك كتير كتير كتير. هلا مو مهم إذا هنن قرروا كل واحد يعيش ببيت، عادي بتصير. المهم إنه ماما وبابا رح يضلوا بيحبوا سامي كتير. دكتور بس أنا هنيك ما عم شوف بابا. إيه مزبوط ماما، لأنه هو عنده شغل مشغول كتير. تعرف شو؟ في ولاد ما بيشوفوا أبهاتهم غير بالعطلة الصيفية. مو مشكلة. يعني هو شو أغلظ شي بالعالم إنه الواحد يشتاق لحدا وما يقدر يشوفه. بس أنت ما رح يصير معك هيك. أنت إمتى إمتى ما بدك رح تشوف ماما ورح تشوف بابا. بقى بدك توعدني بس نروح نعيش ببيت جدو ما رح تكون متضايق. ايه وانت ما بدك بابا، انت ما بدك، انت بس اتصل فيه وبدقيقه واحده بيكون عندك. يعني مثل السحر بدقيقه واحده بده يكون عندي. ايه مثل السحر بدقيقه بيكون عندك. امتى؟ اول امبارح. ليش ما خبرتيني؟ ليكني عم خبرك. بس كانك تاخرت شوي. ما حبيبي ما كان خرج، يعني هيك موضوع ما بينشرح على التليفون، وانت بتعرف ظروفي بنهار العطلة ما بكون لحالي. ايه طبعا بعرف ظروفك. ظروفك هي رح اجيب لي اخرتي لسه. كيف احشوك؟ سامي بكره موعده مع الدكتور وان شاء الله بيمشي الحال. ان شاء الله بيمشي الحال ان شاء الله. بس انت ما قلتي لي اندي. نحن كنا قاعدين هون مع بعض وفجأة رحتي لهنيك قعدتي مع جوزك وصار هذا اللي صار، وبعدين اجت امك. اي ساعة اجت امك؟ يمكن 8 المساء. اه يعني شي 5 ساعات قاعدين انت وياه لحالكم. كيف احلى وين بدك توصل؟ ما بدي اوصل لمحل، بس انا حابب افهم، حابب اعرف انتو شو عملتوا بهدول 5 ساعات. حكيت لك حبيبي شبك. ايه وغير هيك؟ غير هيك ما صار شي. اصلا لو هال5 ساعات جابوا نتيجه ما بترجع ماما لعندي المساء بنفس اليوم، وما بنكون قاعدين هون انا وياك وعم نحكي. اوكي اوكي أنا آسف حبيبتي آسف. ما بدي تقلي آسف. أنت بتعرف قديش هذا الحكي بيجرحني. كفاح أنا إلك إلك وبس. طيب طيب أوكي أنا آسف. مو مشكلة، بس يا ريت ثقتك فيني تكون أكتر بشوي. حبيبتي ثقتي فيكي ما إلها حدود، بس يعني لولا وجود هذا الشخص بحياتك واللي اسمه لحد هلأ زوجك أنا ما كنت دققت على شيء. معك حق، معك حق تكون متضايق انه نحن الاثنين سوا انا وحضرته،
بس صدقني انا كل الوقت بتصرف وكانه عيونك معي. انا مستحيل ساوي شيء انه يضايقك. خلاص انا بالاساس رافضته وهذا الوضع مؤقت. بحبك حياتي. انا كمان بحبك. لا مدام ابنك ماشي مزبوط، بس يعني لبين ما تسمعي عم بيقول معزوفه كثير كبيره وكثير مهمه، بدها القصه شويه وقت، شويه وقت وشويه صبر. طيب انا بس حبيت اني اطمن لاني حسيت انه ما عم يتحسن. لا ولا يهمك. شكرا استاذ. يا هلا مع السلامه. سامي بده كمان أسبوعين لحتى يطيب. مخنوقة لدرجة ما حسيتها بحياتي. بحبك. سامي بده أسبوع لفك الجبصين، ما هيك؟ هيك. خليك شوي. خلص ما بقى منحكي بقصة ميسون. أهلين كمال. سلام إن شاء الله. أهلين. خير شوفي؟ كنت مفكرة إنه لسه بدي أسبوع لحتى أرجع حرة، بس خلص من اليوم بقدر أرجع لعند أهلي. ليش وصاير؟ ديك أهل مسافر بشي بعد 3 أيام وبده وقت لحتى يحضر أغراضه وما بعرف شو، بقى ما بقى بيقدر يشوف سامي. حبيبي أنا من اليوم راجع لعند أهلي. منيح بس بإذنه. كفاح بالغلاظة شو بنا؟ مانك مبسوط؟ بلا حياتي بلا. مبسوط كثير عن جد. شو لسه ما خلصتي؟ لا بلا خلصت. فيني احكي معك شغله قبل ما تمشي؟ ايه تفضل. نحن بقصتنا ما ضل شيء ما انحكى. بدي اطلب منك طلب انك تعتبري سفرتي فترة أخيرة للتفكير، فكري جزء غيري رأيك. وأنا بس أرجع رح أتصل فيكي أسألك إذا غيرتي موقفك عن الطلاق. إذا ضليتي مصرة أنت حرة. خلال كم يوم بتكون ورقتك عندك. يعني أوكي. لأنه نفس الشيء. بقول لك أوكي. هي أنت مسافر وما رح تقدر تبلش بالإجراءات. بس مشان كون صادقة معك وما خليك تتأمل، فأنا رح أقولك إنه ما رح يتغير شيء. ومع ذلك أنا مصر إني بس أجي من سفرتي دقلك وأسألك. هو أنت قديش بدك تغيب؟ أسبوع. على خير. السلامة. في شيء تاني؟ رح اتركك مشان ضبي اغراضك لحالك. بابا بدك تروح مع ماما لعند بيتي؟ لا تعصب على ماما ولا تعصب بيتي. لا معلش يا حبيبي لازم تروح لعندك. انا هلا بدي اسافر بس ارجع حكيك وبعدك. ايه شو بدك معك السفر؟ شو ماما ضيفي؟ اي نعم من غير شر. يقبر قلبي ان شاء الله. شو بابا؟ لساتك اخذي على خاطرك مني؟
في شغله بزماناتك قايله بابا لما الاخ هون التم على شله ما كثير منيحه وفات بقى بمرحله الطيش. انا عم تحكي عني لك شو صايره مفتريه لك اختي؟ شو الاتهامات هي؟ انا صار معي هيك شيء والله ما بتذكر الحكي. خلص ماما خلص تنذكر ما تنعاد. بتذكر بوقتها انه كل الناس صاروا يلوموك ويقولوا لك ما بصير هيك، لازم تكون اقسى معه، لازم تخليه يحس بغلطه. انت بوقتها قلت شغلي انا ما بتروح من بالي ابدا. قلت انه بهالدنيا في ناس لو شو ما عملوا بضل الواحد بيحبهم. ولاده مثلا ما بيقدر يعاديهم حتى لو غلطوا. انه يزعل منهم ايه، بس بضل بجواته عم يفكر كل الوقت انه هذا الزعل ما كتير يأثر عليهم او يضايقهم. وانت بالنسبة لي انت ابي، واحد من هدول الناس يلي اذا صدفت وزعلت منك كنا معد الدقايق لأوصل للحظة اللي أرجع فيها على حضنك، تعانيني كون بنوتك، بنوتك الصغيرة اللي كنت تمشط لها شعراتها وتطلع تضحك. يا لطيف يا أختي، يا مو معقول شو قصرتي فيه؟ دمعت عيني أعطوني محارم إن شاء الله. يعني أنت ما لقيتي غيري أنا تضربيني مثال؟ لازم تذكريني وتذكريه. معقولة طيب لك يا سهير؟ والله مو معقولة. شو رواق اليوم؟ ليش انا شو كان معكرني غير وجود حبيبه هالقلب هي مع هداك الغليظ الثقيل؟ خلص هلا رواق. وعلى فكره بابا، يعني انا كمان سامحتك، فيك تروق وتعتبر حالك يعني ما يهمك ابدا.